اليوم عم نحتفل بالذكرى 91 لليوم الوطني، لكن آخر 5 سنوات اختلفت شوي الأمور لأنه صار في رؤية 2030. شو اللي اختلف برأيك؟ اختلفت أشياء كثيرة، وكلنا مو بس كسعوديين، كدول عربية بشكل عام نشهد هذا التغيير. التطورات كثيرة صارت في آخر 5 سنوات. فعلى الصعيد مثلا الرياضي نشهد استضافات عالمية ما كنا نستضيفها في السابق، مثل فورمولا إي، سوبر الإيطالي، سوبر الأسباني، رالي داكار، وقادم الآن الفورمولا 1. بالإضافة إلى أطلقت استراتيجيات رياضية مثل استراتيجية دعم الأندية، مشاريع أطلقت في المجال الرياضي مثل أكاديمية مهد. ففتحت المجالات فروسية، غولف، ما شاء الله اليوم في اختلاف الألعاب. يعني حتى السعودية صارت تستضيف، صارت السعودية صارت السعودية الآن وجهة لهذه الاستضافات، وصارت في خارطة العالم. المملكة العربية السعودية اليوم أصبحت في خارطة العالم، والمملكة كمان حظيت باستضافة الألعاب الآسيوية 2034، وكمان قادمة الاستضافة. هذا تحدي كبير، ملف آسيا، الألعاب الآسيوية، يعني هي تقريبا مثل الأولمبياد لآسيا. صحيح، وفي ألعاب ترى أكثر من، نعم، حوالي 24 أو لا أكثر من 24 لعبة. نعم طيب 34 لعبة ما شاء الله. حتجهزوا 34 لعبة للجنسين ذكور وإناث من هون ل 2034؟ نعم صحيح، هي للبنات وللأولاد. هي البطولة زي ما هي راح تجي في المملكة العربية السعودية، والحمد لله احنا ترى الإمكانيات موجودة، سواء كانت الإمكانيات البنية التحتية أو الكوادر البشرية كلها متوفرة اليوم ولله الحمد بدعم القيادة، وكمان بإشراف من سمو وزير الرياضة. احنا حقيقة في القطاع الرياضي محظوظين بتواجد والله بصراحة سمو الأمير عبد العزيز. والله بصراحة الأمير عبد العزيز، وانا بشوي كنا عم نتفرج على المقابلة اللي ما شاء الله عليه، مو بس بطل ومتحدث ايضا. لا يعني لما يكون على رأس الهرم الرياضي شاب رياضي وهدف الأول هو التطوير، فحقيقة احنا في القطاع صعب عليكم بالعمل ولا؟ والله ما يخلينا ننام والله. هو ما شاء الله يعني هدف التطوير ويشتغل 24 ساعة، فبس محظوظين ان احنا جزء من فريق عمله للأمانة. السعودية المتجددة عبارة الآن تستخدم كثيرا من 5 سنوات في العالم، كيف ترينها، كيف تصفينها المتجددة؟ السعودية المتجددة، المستحيل في السابق أصبح الآن ممكن. الله. اللي كان حلم أصبح الآن واقع، فهذه السعودية الجديدة.